السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ كيف الأحوال ديالكم؟ نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أفضل الأحوال وبصحة جيدة وفي أفضل المتمنيات. اليوم جبتكم فيديو جديد، فيديو يعني غنشرح فيه طريقة تفصيل وخياطة بوليرو سهل وبسيط بخطوات بسيطة وسهلة. فكنتمنى اللي اول مره كيزور القناه ديالي انه يتابون معايا ويفعل الجرس ليصله كل جديد. ولما لا، كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو انكم تبارطاجيوه مع كل مهتمين بالفصاله والخياطه. غنشرح لكم الطريقه ولو انني بديت نشرح ونطراسي على التوب، لكن فاش رديت البال لقيت راسي بانني ما كنصور والو. فرغم ان بديت نتراسي فغنعاود معكم كيفاش نحطوا القياسات على الثوب، وغادي نمشي معكم بالتدريج ان شاء الله. فبالنسبه لهذا البوليرو السيده مولاتو طالبه فيه يكون طويل ويكون ايفازي بزاف، لان غديرهم فوق لباس المحجبات. فغنبدا نحط القياسات وهانتوما معايا. ومره اخرى كنقول لاول مره كيزور القناه ديالي انه يتابعونا معايا ويفعل الجرس ليصله كل جديد. فبالنسبه لهذا البوليرو فانا غادي نفصل الظهر بوحديته والامام بوحديته لانه ايفازي، فضروري ما انني غادي نبدا نتراسي على الظهر وعاد نمشي الجهه ديال الامام. فباش ناخذ القياس ديال البوليرو فغناخذ الطول من الاسفل يعني من محد الثوب حتى القياس اللي باغيه انا، وغنبدا نحط القياسات. بالنسبه لهذا البوليرو البنات فعندها في الكتاف 42، يعني غنجيو لها جهه الكتف وغنحطوا لها 22، يعني كنقسموا 42 على 2 كتعطينا 21 زائد سنتيم ديال الخياطه فكتعطينا 22. من بعد البنات غادي نديرو ب 26 باش نديرو دورات الصدر. دورات الصدر البنات عندها 116، يعني غادي تجي 29 زائد سنتيم هي 30. ندخلو 8 سنتيم ديال دورات العنق، وغادي نزلو جوج سنتيم. من الأفضل تكون عندنا المسطرة، إلا ما كناش غادي نقادو القياسات بالضبط. حتى من هنا كنزلو جوج سنتيم وكنحدو الهبطة ديال الكتف. من بعد كنشدو هاد المسافة كتعطينا 24 سنتيم، كنقسمو على 2 كتعطينا 12، كندخلو بواحد السنتيم باش كنديرو دورات التركيز. من الأفضل البنات باش تجينا القياسات مضبوطة كناخدو بيروكي كنحدو هاد القياسات باش كتجينا الدورة مضبوطة. فكما شفتوا البنات انا راني بديت نتراسي في الاول، ولكن قلت نشارك معكم الطريقه ديال الفصاله ديال هذا بوليرو باش تستافدوا وتعم الفائده. فكنهبطوا من النقطه الاولى حتى الاسفل كنهبطوا ب 60 سنتيم باش كنحطوا دوره لي هونش. هي هذه عندها 38، الحمد لله انا 39، هادي. من بعد كنشدو هاد النقطة بهاد النقطة هادي وكننزلو ب14، ومن بعد كندخلو بجوج ديال السنتيم باش كنحطو دورات الحزام. من بعد كنربط هاد النقطة ديال الحزام، نقطة الحزام مع ديال لي هونش، وكنبقى ماشي كنتراسي حتى كناخد الإيفازي ديالي اللي بغيت كاملة. ومن بعد غندوزو للطريقه ديال الفصاله ديال هذا البوليرو. نفصلو
ماشي البنات، كنصحكم ديروا كنبقاو ماشيين البنات، حنا ماشي مع الخط نيشان. ومن بعد البنات كنقادو الجلايب باش ما كيجيوناش الجلايل هابطين، فكنطلعو من جهة من جوانب بثلاثة حتى لربعة سنتيم. صافي البنات، من بعد ما كنكملوا الجهه ديال الخلف غادي نطويو الثوب وغادي نحطوه على الجهه ديال الامام. صافي البنات، من بعد ما طراسيت الظهر هزيته وحطيته على طرف القطعه ديال الثوب الباقيه مع ترك واحد 4 سنتيم ديال، غنحيد هذا الشنتيف هذا ما خصوش يبقى، وخليت 4 ديال السنتيم. ومن بعد حطيت الثوب وحاولت نقادو نيشان باش يبقى ليا يكفيني الثوب، فبقيت كنقادو حتى يعني ما بقاش يعني كنجيبو نيشان. فغنطراسي دابا ما طراسيت الظهر على القطعه ديال الثوب، غادي نحيد الظهر وغادي نبدا نفصل الامام. صافي البنات، كنحيدو الظهر ديالنا وغادي نفصلو الامام. فمن بعد ما طراسيت الخلف على الامام بقى ليا نحط الدوره العنق من جهه الامام، فانا غادي نزلها ب 22 وغادي نحدد لها الكول في، ومن بعد غنطراسي الكول في ديالي. فهمتوا البنات؟ زدت وضحت لكم بالطباش فيكم هنا ورجعت طراسيتو يعني فاش كنجيو الامام، خليت القياس ديالنا ودرت الكول في. دابا غيبقى لي غادي نفصل. دائما البنات ديك الزياده اللي كنزيدو باش غادي نتنوها لداخل فما كنهبطوش معاها، كنخليوها افقيه. صافي كنحيدو هاد الثوب اللي شايفنا وغادي نبداو نفصلو دورات التركيز. من بعد ما كندخلو من جهه الامام بواحد السنتيم باش كنحطو الدوره ديال التركيز ديالنا. نيشان باش نجيب هاد ديك الظهر ونجيبو نيشان مع الثوب باش نستغل اكبر كمية ديال الثوب. صافي البنات، وكنقادو الجلايب. دابا غندوزو لطريقة تفصيل الكم. استغليت لها الثوب كامل يعني كلو استغليتو لها في الطول، لان بغاتها طويله هاد بغات طويله هاد الطوليرو هاديك الثوب اللي عندي كلو استغليتو لها في الطول. دابا غيبقى ليا الكمام، غادي نوريكم طريقه الفصاله ديال الكمام باش نمشيو نفصلو الاكمام. فضروري ما نعرفو الدوره ديال التركيز، دوره التركيز عندها 30، كندورو هكا عندها 30. هانتوما 30، فقلت لكم دوره التركيز فيها 30، غنحيدو منها 6 سنتيم غتبقى لنا 24 24 وكافينا. من بعد كنزلو 12 سنتيم وكنديرو الاس، كنقطو جاتنا 28 28 مقسومه على 2 هي 14، مقسومه على 2 مره اخرى هي 7، وهنا تعطينا 21. يعني كنقبطو هاد القطعة هادي كنقسموها على 4، الربع الأول كنطلعو بجوج ديال السنتيم هكذا، والربع الثالث كنهبطو بجوج ديال السنتيم، ومن بعد كنطراسيو الأس ديالنا
صافي كناخذوا الطول ديالكم. الطول ديالكم عندها هي 60، فانا ضفت لها 3 سنتيم ديال الخياطه، درت لها 63، ممكن ندير حتى 64 كل ما كان هذاك احتياط. فمن بعد غادي ناخذ البالمه، درت لها 30، يعني غناخذ 15 زائد سنتيم الخياطه هي 16. ومن بعد غادي نربط لها لكم صافي، غادي نفصلو، بقى لنا غير غادي نفصلو لكم وصافي. كما قلت البنات باش ما يجيناش لكم هكا واسع من هنا، فمن الافضل اننا ناخذو هذا القياس هذا ونقسمه على 2، لانه 50 مقسوم على 2 كتعطينا 26، كندخلو بواحد السنتيم وكنحاولو نقادو الكم ديالنا باش كيجينا الكم ما منفخش من جهة هاد الاس اللي درنا. واش كتساوي لنا القياس ديال هذا؟ هو 30 سنتيم، دونك القياس هو هذاك. فغنبداو نقسمو على بركة الله. بسم الله. وكما قلت لكم البنات هذه ما قلتها، بالنسبه للثوب خصو يكون مطوي على 4، باش نفصلو لكم ديالنا خصنا نطوي الثوب على 4، ومن الجهه المسدوده هي هذه هي اللي كنا كناخذو منها القياسات، وعاد كنطرقو غنكمل الطريقه ديال الفصال. صافي بقينا غير الخياطه، هذا هو الكم ديالنا، بقات غير الخياطه ديال هذا البوليرو. فبالنسبه للخياطه البنات فكنحطوا الكتف على الكتف، يعني الكتف ديال الخلف مع الربع ديال الامام، وغادي نشركوا من هنا. فنبداو على بركه الله. فكما قلت لكم كنديروا يعني الكتف مع الكتف وكنبداو الخياطه. كنخليو سنتيم ديال الخياطة وكنبداو نخيطو، نفس الطريقة غادي نخيط الجهة الأخرى. فمن بعد ما خيطت هاد الكتف هذا غادي ندوز للكتف الآخر، بعد غادي نلصق الكمام. بعد ما لصقت الكتاب بجوج هانتوما، دابا غادي ندوز نلصق الاكمام، يعني غنشد الاكمام وغنلصقهم حتى هما. بعد ما كنكونوا حددنا المنتصف ديال الكم كنحطو مباشره مع الكتف هكذا، وغنبداو نشركوهم. كنحطو الجهه اللي مخيطه الوجه هذا هنا، وكنحطو عليه لكم بهاد الطريقة هكدا، كنبدا نخيط، كنخليو سنتيم ديال الخياطة ضرورية، هاديك ديال الخياطة كنخليوها. صافي غنبدا نخيط لكم. نبقى ماشية حتى كنكمل لكم ديالي، نجيب دائما حد مع الحد وانا ماشيه.
الجهه الاخرى ديالكم بحال هكذا، وكنكمل الخياطه ديالي. نبقى نمشي معها هكا دقه. فمن بعد ما دورنا البنات يعني الكم ديالنا من جهه التركيز، دابا غادي نثنيوه بهذه الطريقه، يعني دائما في الظهر ديالو البلاصه اللي غنبداو نخيطو منها هكذا، وغادي نجمعوها. غنمشيو بهذه الخياطه كلها، يعني من هنا وحنا ماشيين حتى غادي نكملو الكم ديالنا، خص ضروري يجي الطرف مع الطرف، وعاوتاني نكملو الخدمه ديال الجنب حتى كنهبطو للاسفل. صافي غادي نمشيو البنات بنفس الطريقه اللي قلت لكم هكا، هاو ماشي ندوزو معاها كامله. فكنمشي كما قلت البنات كنكملو الجهة هادي، وبنفس الطريقة البنات الطريقة اللي خيطت بها هاد الجهة هادي، فكنخيط بها الجهة الأخرى. كيبقى لنا أننا كنفينيو هاد الكول مع هاد الأمام، فهانتوما كتشوفو كنثنيو بهاد الطريقة هكا، وبعد كندوزو عليه بالماكينة وكنفينيوه الجلاين. فكنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو انكم تابوناو معايا وتفعلوا الجرس ليصلكم.